يبقى الإنسان على قيد الحياة ما دام على قيد الأمل، ويبقى الأمل موجوداً في نفوس الأحرار أينما ذهبوا. هكذا بمعدات بسيطة وكثيراً من الإبداع والابتكار، قام أحد مهجري الغوطة بنقل خبرته السابقة بزراعة الفطر المحاري لمدينة عفرين، حيث بلغت كمية الإنتاج 300 كيلوغراماً في الأسبوع الواحد. أنا محمود جحام من مهجري ريف دمشق. حضرنا دورة عند مركز نواة بالغوطة الشرقية بأيام الحصار. كانت الدورة هي عبارة عن زراعة الفطر، أعطونا فيها كل المعلومات اللي بتتعلق بالفطر من الزراعة إلى الفوائد، يعني كل شيء بيتعلق بالفطر. فبنهاية الدورة وزعونا سلات زراعية منزلية صغيرة، زرعت بالبيت والحمد لله كانت يعني من اللي تعلمته نجحت معي التجربة، ودقنا الفطر وكان يعني طعمه لذيذ جدا. بعد هالمرحلة احنا تهجرنا على عفرين، فهون بعفرين أول ما وصلنا دورنا على شغل ما في شغل، فخطرت ببالي فكرة زراعة الفطر وأتكلنا بالغوطة، فاقترحت على بعض الشباب إنه شو رأيكم نفتح ونشتغل ويعني ما نجرب. فزرعت كمية جدا قليلة حتى يعني شوف بما إنه تغير الجو عن يعني بما إنه اختلف المنطقة ما بين الغوطة وهون واختلفت العالم واختلف الناس، فيعني زرعت كمية صغيرة ونجحت. فقلت لحالي انه بدنا نشوف هذا المنتج حيروح بالسوق او لا، فنزلنا الكمية على السوق والحمد لله كان يعني كان في تصريف له. رجعنا كبرنا اكثر ويعني هلا نحن بنقطف بحدود 300 كيلو اسبوعيا، وهي الكمية يعني دوبها تكفي ربع احتياج السوق تقريبا، ويعني بدي كبر اكثر من هيك ما في استطاعة بسبب الغلاء اللي صار وقلة السيولة. هلا نحن هون باول مراحل الزراعه، هلا نحن بننزل التبن لهون على الارض بننقعه بالمي، بس خلص نقع مي بنخلطه مع ماده الجبصين وبنعبيه بساحير مثل هدول، بس تعبوا بساحير بنفوتهم على غرفه البستره. هلا هاي غرفه البستره هون، هلا هاي نحن معقمينها امبارح، هلا هاي غرفه البستره نحن بنضخ بقلبها بخار لمده 5-6 ساعات حتى نرفع درجه الحراره قدر المستطاع ونقتل اي جراثيم موجوده بقلب التبن. ثاني يوم نحن بنفتحها بنبردها، بس طلعت من التبريد بنطالعها على الزراعة. هلا هون نحن بنزرع مركبين نحن فلتر مشان ننقي الهواء قدر المستطاع، ما يصير عندي اعفان او يصير عندي شيء. هلا احنا بنكت هاي السحارة، هلا هاي السحارة معقمة كتها، هلا انا بحط لها بدور بخلطها، بحاول ضل عم بخلطها لحتى البدار كلياتها تنتشر مظبوط بقلب التبن، ما يكونوا كلياتهم بمكان واحد يضلوا للبدار. بعد منها بعبيها بكياس، هاي الكياس مثقبة حتى الفطر يتنفس بقلب الكياس. طبعا هلا نحن الفطر اللي عم نزرعه هو الفطر المحاري. هلا نحن هون بمرحلة الإثمار، مرحلة القطاف. هلا نحن هون هدول بعد ما طلعوا من مرحلة الحضن صفيناهم بهي الطريقة وثقبنا الأكياس بشفرة حدي حتى الفطر يشم هواء ويطلع من المكان اللي نحن منحدد له إياه مع الإضاءة والترطيب. هلا الفطر في إله يعني في إله وقت معين للقطاف، يعني بس تفرد القبعة تبعه هيك لفوق معناتها صار وقت القطاف. هلا مثلا مثل هاي القبعة تبعها لساتها لتحت، بس تفرد لفوق معناتها صار موعد القطاف تبعها. كاميرا الفرات زارت المشروع سعيا منها على تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة ودعمهم وإيصال صورة مشرقة عن أمل لا ينتهي لكل المهجرين. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.